يعني أنا بالفترة اللي كنت فيها بالمشفى كتير كنت يعني خايفة وحاسة إنه ما بقيت أحسن أشيل ولادي، ما بقيت أقدر أرعاهم، ما بقيت أقدر أطلع عليهم. يعني كتير كنت متعذبة وصلت لفترة يعني إني ما بدي أحسن أشوف أبدا، لدرجة يعني يتصلوا فيني الأولاد على الهاتف، فكتير يعني أبكي وأنزعج إنه ما أحسن أشوفهم. بس الحمد لله رب العالمين، بعد العمليات يعني بشوف منيح، بس لسه غباش يعني، إنه كل شيء قدامي غباش. يعني أكيد فرحتي ما كنت بعطيها لحد، الحمد لله رب العالمين. يعني بعد سنتين عذاب وبعد سنتين صبر، الحمد لله الله هيك جبر بخاطرنا يعني وجود ولادكم بسلامة. يعني كنت انه بدي اياهم يجوا يلاقوا كل شيء يعني اللي فقدوه بهالسنتين هاي، اللي من العطف من الحنان، يجوا فورا يشوفوا كل شيء موجود يعني الحمد لله.